السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم علي العراقي، واليوم فيديو بسيط على البرنامج او جي يوتيوب. ردت اقول لعبه اليوم، مو لعبه اليوم، برنامج. عندنا برنامج او جي يوتيوب، هذا هو البرنامج، معروف ينزل ملفات فيديو صوت اغاني اي شيء. بس الحلو اليوم عندنا بالثيم الاسود، اول ما شغله يطلع لك ثيم الاسود، فحلو برنامج كلش حلو، تغير صار بثيم لونه اسود، وبي تحميل، بي تسجيل دخول، وبي هواي شغلات، بي هواي 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 سوالف حلوة. شرب 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 شرب. هنا أنا مسجل دخول بي، وهنا الهوم. مثلاً أي فيديو تشوفه، مثلاً هذا الفيديو على سبيل المثال. طبعاً هنا التعليقات، التعليقات تظهر هنا، تقدر تكتب تعلق هاي. عندك مشاهدة بالخلفية، عندك مثلاً مشاهدة بالخلفية، تقدر الصوت. هنا مجرد الصوت. مثلا عندك الداونلود، تضغط داونلود يقول لك تقدر تحمل، يعني هسه تقدر تحمل بالداونلود، تقدر تحمل كفيديو. اذا حسابك او التطبيق او الدوله مالتك يدعم ال 4K راح تقدر تحمله، او الدقه الاتش دي اللي هي 1080، اكو 1080 60 اطار بالثانيه، اكو 1080، اكو 750. انت تقدر تسحب اي شيء، تقدر تحمل الفيديو على شكل 3 جي بي. 3 جي بي هي الدقه القليله، والام بي 4 هي الدقه العاليه، او كصوت. تقدر مثلا الفيديو راح اسحب على 100 مثلا، لان ما تختار هنا تاشر تقول له داونلود، راح يبدي يحمل عندي الفيديو، والتحميل مالته كلش سريع. التحديث الجديد طبعا كلش حلو رهيب، ومثل ما قلت لكم بيها ميزه، مثلا شغل الفيديو، شغله بالخلفيه، همين الفيديو يشتغل بالخلفيه، همين هاي معروفه من قبل. تدوس على هالايكون مره ثانيه راح يرجع. زائد مثلا تقدر تشغل الفيديو الباك جراوند اللي هي تدوسه، مثلا يشتغل الفيديو هناك كصوت. مثلا انت بشغل اغنيه، مثلا اغنيه، مثلا مثلا هاي الموسيقى، تدوس الباك جراوند راح يشتغل الصوت بالخلفيه. تقدر تلعب تسجل اي شيء، هاي والموسيقى موجوده، تقدر تطفيه وشغله منها، تقدر تسوي له ايقاف وتشغيل، او ترجع البرنامج وتقدر تتفرج الفيديو. زائد التحميل قلت لكم طبيعي شغال 100%. طريقة التسجيل هم يعني سهلة صارت، تقدر تسوي تسجيل خروج، راح اسوي تسجيل خروج انه هذا البرنامج يشتغل 100%. قبل كان لازم تنزل برنامج بعدين ما يسجل، بعدين يطلب اذونات، هسه لا، قبل تقدر تضيف حساب، تقول له سايت ان، وقبل تضيف حساب تقول له اد اكونت، او الحساب مالتك انت موجود سابقا راح يسجل بيه. فاذا شباب فيديو بسيط كان سريع، شلون نسجل بالبرنامج، يعني مجرد تسجيل. زائد البرنامج يعني يدعم مثل ما قلت لكم، يحمل الفيديو، يشغل بالخلفيه مجرد الصوت، بتحميلات بها مينة تشغل الصوره، يعني كانه صوره خارجيه. مثلا تدوس هنا الاطار يسوي الفيديو بالخلفيه يشغله، فهذا الشيء حلو بالبرنامج. المهم صار شكله اسود او لون اسود، حتى اليوتيوب العادي هم صار بلون اسود بالمتصفح، بس باليوتيوب مال موبايل لحد الان يعني بعد ما وصلت لي. تحديث الموبايل بالايفون يصير هم يعني لون اسود بالايفون، بس ما اعرف الطريقه شلون، يعني اعذروني. زائدا بالاندرويد هم يعني، بس لحد الان ما مسويها، يعني حاليا بعدي ما مسويها، لازم اقدر هم اغير هذا الابيض يصير اسود. الاو جي يوتيوب صار لون اسود حلو، وايضا بالمتصفح مال يوتيوب تقدر تغير اللون تسويه لون اسود. فاذا شباب الى هنا نهايه الحلقه، رابط البرنامج طبعا راح تلقوه بالوصف، لا تنسوا اللايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، ونشوفكم في حلقات ثانية، والسلام عليكم.